من رسول الله صلى الله عليه وآله بأذني هاتين وإلا صمتا، ورأيته صلى الله عليه وآله وهو يتكلم بذلك الكلام بعيني هاتين وإلا عميتا. ماذا يقول رسول الله بشهادة أبي ذر الغفاري في محضر المفسر المعروف عند زمزم وعند كعبة البيت الحرام، عند الكعبة البيت الحرام؟ سمعته بأذني هاتين وإلا صمتا، ورأيته بعيني هاتين وإلا عميتا، يقول علي قائد البررة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، إلى آخر الآية القرآنية الشريفة. علي قائد البررة، هم البررة قمة البشرية، فعلي قمة القمة، علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره. من الناصر؟ منصور الله ناصر هذا الشخص. منصور من نصره، مخذول من خذله. بعد ذلك أبو ذر الغفاري نقل هذه القضية. قال أبو ذر الغفاري: دخلت المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا يتجلى هذا المنظر، شخص سائل كان قد دخل المسجد من قبل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. الآن انتقلوا من زمزم إلى المسجد النبوي الشريف، تصوروا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، وأمير المؤمنين عليه السلام وجمع من المؤمنين خلفه يصلون، منظر يقرب الإنسان إلى الله أكثر سبحانه وتعالى. فدخل سائل فاستعطى، زين الناس في الصلاة، انت انتظر شوية، هذا تعليقي، لكن يبدو هذا السائل كان قليل الصبر ربما، لذلك غضب. الناس خده يصلون، الرسول ده يصلي، عليون ده يصلي، الناس ده يصلون، فهذا السائل يبدو كان قليل الصبر من سياق الرواية، ويمكن كان غضوب وعصبي، فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إنني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا. وشوية اصبر، مو بالضرورة نفس الدقيقة يطوق، وصلاة الرسول كانت سريعة، الرسول كان يصلي بصلاة أضعفهم. فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إنني في مسجد رسول الله لا أستعطي، ما حد يعطيني شيء. فهنا أشار علي عليه السلام بخنصره وفيها خاتم أن خذها. فذاك الإنسان الفقير المستعطي أخذ. أنا كان تعليقي بين قوسين إضافة لما ذكرناه أنه مبدئيا هو كان المفروض ينتظر الفقير. علي بن أبي طالب عليه السلام لم يعطه الخاتم من قبل، مسألة طبيعية، انتظر دقيقتين بعدين نعطيك، ليش تقاطع يعني الناس في انقطاعهم إلى الله؟ لكن عندما شاف ما يوجه مسجد رسول الله معرض للخطر، أنه هذا قاعد يشتكي، اللهم اشهد أنه أنا في مسجد رسول الله أطلب وما حد يعطيني شيء، لذا هنا علي أشار بيده، لأن صار عنوان ثانوي جديد. فأمير المؤمنين أشار بيده هكذا، فالسائل أخذ الخاتم، هذا المستعطي الفقير أخذ الخاتم. الرسول صلى الله عليه وآله، الرواية من ناقلها؟ أبو ذر الغفاري، في محضر ابن مسعود قرب البيت الحرام، وهم جالسون على حافة زمزم. الصلاة انتهت، النبي صلى الله عليه وآله أحكم الحكماء وأشد الناس علما ومعرفة وذكاء وغير ذلك، فانتهز الفرصة سانحة، فالتفت إلى الله سبحانه وتعالى. السائل ذكي بمقدار اللي يستعطي فد شيء، بس النبي أيضا سائل يسأل الله، بس يسأل سؤال يتناسب مع عقله وحكمته، وهو أعقل العقلاء. فالنبي التفت للسماء وقال: اللهم إن موسى ابن عمران سألك، فقال: اللهم، النبي صلى الله عليه وآله ينقل عن موسى بن عمران هذا الكلام ويستعطي الله سبحانه وتعالى في أمره: اللهم اشرح لي صدري،
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا. هاي طلبات موسى وهو من أولي العزم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. النبي ينقل كلام موسى ثم يلتفت إلى الله ويقدم هاي المقدمات، يقول يا رب وأنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذاك موسى فطلب على قدر شنو عظمته، لكن طلب الرسول على قدر عظمة الرسول وهو أعظم من موسى، وهو أعظم الخلائق والكائنات والممكنات على الإطلاق. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. فشو سلسلة السؤال؟ ذاك السؤال يجي المسجد يستعطي على قدر حاله، يطلب شنو؟ يطلب أعطية وعطية. موسى عليه السلام على قدر عقله يطلب وعلى قدر عظمته وهو من أعظم خلائق الله، لكن طلب الرسول سيكون أعظم طلب على الإطلاق. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عليا ظهيرا له وظهرا له ويشركه في أمره وييسر أمره. فنزلت عندئذ هذه الآية القرآنية الكريمة، إنما وليكم الله. الله استجاب طلب الرسول ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الرواية هي الشأن نزول هذه الآية القرآنية الكريمة، وهذه الرواية مجمع عليها بين أعلام الإمامية، وعليها الشهرة القطعية للمخالفين وأهل السنة. يعني هذه الرواية منقولة في العشرات من مصادرهم.